السلام عليكم وصباح الخير. متابعة لآخر مستجدات المنخفض الجوي المتواجد حاليا بمحاذاة سواحل محافظة ظفار وشرق اليمن، حيث هطلت صباح اليوم الباكر أمطار رعدية على أجزاء من المناطق الساحلية والجبلية بالمحافظة، أدت إلى جريان العديد من الأودية والشعاب بغزارة. ويتوقع أن تستمر الأمطار بشكل دفعات بساعات هذا اليوم الجمعة وتستمر ليومين قادمين، تشمل مناطق أوسع من المحافظة بمشيئة الله. تكرار الأمطار المتفاوتة والغزيرة سوف يرفع منسوب الأودية والتجمعات المائية، مما سوف يتسبب بقطع بعض الطرق. نرجو أن تبقوا في منازلكم آمنين من هذه التقلبات المناخية. سينتقل هذا الوضع تدريجيا من يوم الاثنين إلى اليمن، ويستمر لعدة أيام قبل أن تتلاشى هذه الحالة الجوية، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك لكم هذه الأمطار والنعم.